FM. الكلمة ليك. أنا نسأل كل من القواعد والناس اللي انتخبت الأحزاب هذوم، أنت مراضين اليوم على اللي صاير هذا؟ هذه حكاية أخرى على كل يطول فيها الحديث فيصل تبيني. هذه نجم نحكيها كما قلت في موضوع في موضوع آخر. نقعد في النظام الداخلي إن شاء الله. إن شاء الله أنتم عندكم جلسة تو. النظام الداخلي، النظام الداخلي ماهوش شيعتي. للمعارضة حقها في الدفاع على حقوق الشعب هذا. باش كون المعارضة سامحني؟ مازال ما واضح حتى شيء. ولا حتى اكزاكتومو افرزوا رواحكم انتم ساعه قبل كل شيء، شكون معارضه وشكون موالاه، بعد هي تنجموا نحكيو هكا ولا استعجال. هذا الاستعجال، انت ما عندكش معارضه وما تعرفش شكون المعارضه وما تعرفش تفسير المعارضه، وانت تعمل في نظام داخلي ومجبور باش تعطي لجنه الماليه المعارضه لشكون تعطيها. لازم معناتها راهو ثم استعجال، وانت تحكي على دستور صغير، معناتها نظام داخلي اللي يصير عليه المجلس لمدة 5 سنين، راهو المواطن ماهوش مجبور باش يرجع للدستور كل يوم، لكن النائب مجبور باش يرجع لك الدستور الصغير كل يوم باش يطبقه في خدمته. الله يبارك، شكرا. شوف ان توكا ماذا بينا هنا هالجمعة يكون ثم هل النظام الداخلي، لانه زاد ثم مصادقة الحكومة. وقتاش تنتظر مصادقة الحكومة؟ ان شاء الله تتشكل الساحة، ان شاء الله تتشكل الحكومه. على كل ما عندوش المعلومه على ما يبدو، احنا نحبوا نخرجوا من المؤقت ونمشي للدائم، على خاطر في المؤقت صايره برشا حوايج خايبه، والحكومه هذه نتاع مهدي جمعه راهي هزت البلاد الهاوي وكملت على الشعب هذا. اخر ما ظهر 9 ديسمبر 2014 تمشي تعمل تجديد للعقود نتاع النفط والتنقيب على البترول من غير ما ترجع المجلس النواب الشعب في تعدي صارخ للفصل 13 من الدستور، وهذا معناتها خرق كبير للحق الشعب هذا في معناتها متابعه الحكومه. وانا طالب، وانا شخصيا طالبت في جلسه عامه 30 ديسمبر باستدعاء رئيس الحكومه ووزير نتاع الصناعه والطاقه والمناجم استفسارا في الوضعيه هذه. اليوم انا فتنا 20 يوم والحكومه قريب تخرج وما ثم حد شيء. انا سميته مجلس هذا يفرق قلبك. الكلمه ليك.